اهلا الاخوان، قبل ما نبدا هذا الفيديو غندوي لكم على الكورس ديال الاجتماعيات ولا باك. هذا الكورس هو الخلاصه كيفاش انا فهمت الاجتماعيات من الجلده حتى الجلده. هذا الكورس فيه ملخصات ديال الاجتماعيات ولا باك مكتوبين بيدي 16 بي دي اف. القيمه ديال هذا الكورس هذا لا مقارنه بالثمن ديالو. هذا الكورس هذا اللي كيختصر المشاكل اللي كتكون في دروس المادة الاجتماعيات، دروس كيكونوا طوال وصعيب يستوعبهم العقل، ولا كيكونوا قصار وما كاملينش. 16 درس ملخصين ومكتوبين بطريقة سلسة اللي يمكن اي عقل يستوعبها. يمكن لك تقراهم في التليفون او لا في بيسي ولا تخرجهم لامبريمون. هاد الكورس ديال الاجتماعيات اولا باك الهدف ديالو هو الى باقي ما بديتي هذا هو الحل اللي درت لك، ملخصات مكتوبه بالطريقه اللي تخليك تستوعبها وتجاوب على اي سؤال او مقاله في اي امتحان وتجيب نقطه زوينه. وبالنسبه للثمن انا درت داك الثمن باش نعاونك، حيت انا عارف الدروس طوال وعقلك كيبغي المفيد باش يكون واجد لاي امتحان. اللي بغى الكورس يتواصل مع هاد النمره في الواتساب، انا مخلي المكلف اللي غيهضر معك وغيقول لك طريقه الدفع وكيفاش غادي يعطيك الكورس في الواتساب على شكل بي دي اف. اهلا الاخوان ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نناقشوا فيه واحد البلان تيوقع، هو علاش كنخافوا من الجهوي او لا بصفه عامه علاش كنخافوا من الامتحان. في علم النفس ثلاثه ديال الحوايج ما تقدرش ما تفكرش فيهم، كاين الماكله وكاين الجنس وكاين الخطر. الماكله والجنس والخطر، داكشي علاش ديما كنفكروا في الخطر وكنخافوا. عارفين الخوف هو واحد الحاجه اللي من جهه اخرى راه مفيده كتعاون الانسان، ولكن الا كانت OCD واحد الوسواس قهري ديال الخوف هذيك عاوتاني حاجه اخرى. ولكن علاش اصلا تيكون الخوف؟ الجواب هو واحد الحقيقه علميه نفسيه اللي اول مره غنشاركها في هذه القناه هذه، واللي بغى بحال هذه الحقائق هذه يشترك في القناه ديال سايلوفي اللي غادي تحطوا فيها بزاف الفيديوهات فيهم حقائق نفسيه. الحقيقه اللي بغيت نقول هي ان الادمغه ديالنا، الدماغات ديالنا عندها واحد الانحياز السلبي، عندها واحد الانحياز السلبيه وكتفكر الذكريات السلبيه اكثر من الايجابيه. يعني الذكريات اللي دازت في حياتك الدماغ ديالك الطبيعه ديالو كينحاز يتفكر غير الذكريات السلبيه. هذا هو السكري، هذا هو السر ديال الخوف. علاش تتخاف؟ وراه الدماغ ديالنا عباد الله كينحاز للسلبيه، كينحاز ليها اكثر من الايجابيه في الذكريات. وتقد تكون انت غير مريح ما دايما جايب ودماغك كيتفكر النهار اللي زلقتي في الدروج وكل شيء ضحك عليك، كيتفكر نهار جبتي شي نقطه ماشي هي هذيك، ولا كيتفكر شي نهار قمعك شي استاذ. ولكن ما عمرو يتفكر شي نهار جبتي 17 في الفيزيك وعجباتك النقطة وخديتي الورقة انت الاول، ولا عاونتي شي واحد، ولا ماركيتي شي هاتريك في شي ماتش ديال الفوت. وحتى اللي كيسول علاش كيكون مقلق وما عندوش سبب، راه هادشي داخل فيه المعلومة النفسية اللي تنقول دابا. والدماغ كاين حاز يتفكر الذكريات السلبية اكثر من الذكريات الايجابية، وتقدر الذكريات الايجابية كاع ما تفكرها. يعني طبيعته اكيد غتكون بزاف ديال الايجابيات درتيها في حياتك واخا تكون يعني صغيره، ولا يعني عندها واحد القيمه بالنسبه لك، تتبقى ايجابيه في الهويه ديالك. ولكن الدماغ كيفاش هو مخدوم كينحاز انه يتفكر الذكريات السلبيه. دابا السؤال هو كي غدير تقول بهذا الدماغ باش نفسيتك تكون مرتاحه، تكون واحد النفسيه مستعده ما فيها لا خوف لا توتر. القالب او لا كيفاش تقول بالدماغ غادي نشاركه في هذا دابا النيت. وتانتا الى عجبوك المعلومات ما تنساش تدعم القناه باشتراك وتبع السلسله ديال الساتيسفاكت حتى هي عامره بالحقائق النفسيه. نرجع للسؤال، شنو القالب باش هذا الدماغ اللي طبيعته ينحاز للذكريات السلبيه
يتقاد معنا. القالب هو تولي عندك واحد العادة، وباش تصوب هاد العادة خاصك تريح، خاصك تكوانا في شي قنت. دابا دابا ما تأجلش، دابا تكوانا وتفكر. تفكر كل عام دوزتي في حياتك النجاحات اللي درتي فيه، ما سوقكش تكون نجاحات صغيرة ولا، المهم درتي فيه واحد النجاحات اللي كتبقى عندك نجاحات. ملي تفكرها خد منها غير ثلاثة ديال النجاحات. هاد الثلاثة ديال النجاحات في شي حاجة في المجال اللي انت باغي تزيد تعطي فيه، كتبهم كتبهم وعقل عليهم، وبقى تعاودهم في كل مرة جاتك ديك الذكرى ديال شي ذكرى سلبية في داك المجال نيت. فهمتي؟ بحال تقول الدماغ وشوف مهم، وقع هاد البلان ووقع هاد البلان، ولكن ما تنساش راه وقع هاد البلان ووقع هاد البلان، وكانت وحققت واحد النجاح في هادي، وحققت واحد النجاح في هادي. الدماغ ديالك اللي طبيعته ينحاز للذكريات السلبية، غير تشوفه بدا يتحرك دير لي هاد الكونتراتاك. غير ثلاثة ديال النجاحات كافيين، يعني كدير ليه كونتر اتاك ديال ان راه ما كاينش غير الذكريات السلبيه، راه درت شي لعيبات. ولكن باش دير هذا البلان خاصك مثلا دابا دابا تبقى تفكر كل عام دوزتيه شي بلان زوين وقع لك فيه، يعني دوزتي فيه واحد النجاح في شي حاجه. هذا النجاح هو اللي كدير به كونتر اتاك للعقل ديالك، باش ما كيبقاش عنده غير واحد الفكره، واحد التركيز على الذكريات السلبيه، كيكون عنده بالانس وكي كيقدي ما كيمشيش زعما ما كيميلش مع النيجاتيف، تيولي يخدم ما بين النيجاتيف والبوزيتيف باش كيعطيك المعلومه صحيحه او لا الوعي صحيح. هادشي اللي بغيت نقول، لان الوعي فاش تيكون يعني كيشوف البوزيتيف وكيشوف النيجاتيف تيكون واعي، تيكون واحد الوعي صحيح، ماشي مغالطه. حيت الدماغ كما قلت لك راه كيميل غير للذكريات السلبيه، ما عمره ما يجبد لك الذكريات الايجابيه. وقع هذا البلان زوين وغنبقى نفكروا زوين ونقدر نعاود بحاله، ولا نقدر نعاود حسن منه في هذا المجال نيت ونجح. نو، تيمشي لك غير الحاجه الخايبه اللي وقعت لك. دونك هذا الطبيعه ديالو كتقلب، كيولي يناقش وكيولي يعرف كاين راي مخالف. ملي كيولي يعرف كاين راي مخالف، هنا فين كاين القلب. التحليل ديالو المجال واش غيقدي ينجح فيه ولا لا تيكون منطقي، يعني ما كيكونش تيقول نو راه ما راه امبوسيبل غنجح، لا تيكون منطقي راه غندير هادي غنجح، ندير هادي تقدر ما تنجحش، وتولي عنده تحليل منطقي. هذه هي العمليه اللي كتوقع في الخفاء بينك وبين العقل ديالك. وهاد العاده كتوالم اي نفسيه في هاد العالم، هكا ما غيبقاش عندك خوف ولا شي توتر لأي حاجة في هذه الحياة، ماشي غير الجهوي. وأي معلومة نفسية أو لا نصيحة غنبارطاجيها في هذه القناة هذه، تفكر دير لايك ونتلاقاو في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.